بونجور من باريس، مدينة النور وعاصمة فرنسا. معا نرسو اليوم على ضفاف نهر السين لنجول في واحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها استقطابا للسياح. إنها باريس، الساحرة، المثقفة، الفنانة، الأنيقة، التي تفتح قابليتنا على الحياة والحب والمعرفة وحتى على الطعام بمطبخها العالمي. ومن قلب مدينة الحرية، المساواة والأخوة، وعاصمة العلم والفكر والفنون والترفيه والمتاحف والمسارح والمعالم الأثرية والتحف المعمارية والأزياء والعطور والنكهات والباجات، نلتقي اليوم وجوها عربية استقرت فيها ونجحت من خلالها. مع هذه الوجوه الرائدة نزور باريس ونرى سحرها وتأثيرها من خلال عيونها وإنجازاتها. وجوهنا في حلقة اليوم هي الإعلامية سميرة إبراهيم، مصمم الأزياء ربيع كيروز، الكاتبة والفنانة لميا زيادي، المؤلف الموسيقي والمغني عابد عزرية، مصممة المجوهرات لما حوراني، والطاهي ألان جم. مستعدون للمغامرة الباريسية؟ ألونزي. Alors bienvenue à Paris. مرحبا بكم بباريس. شحالك لاباس؟ هنا باريس طبعا، فلندن سنكتشفها في حلقة أخرى. إذن هنا باريس، وهنا إذاعة مونتي كارلو الدولية، وهنا الإعلامية والصحفية السمراء سميرة إبراهيم، السودانية من جهة الأب والمصرية من جهة الأم، القادمة من بلاد الشمس لتسطع أكثر فأكثر في عاصمة النور. احنا هنا في مؤسسة فرانس ميديا موند اللي بتضمن RFI ومونتي كارلو الدولية وفرانس 24 بأربع لغات، فرنسي، انجليزي، عربي واسباني. انا دلوقتي عايز اخدكم مونتي كارلو الدولية، تيجوا معايا الاستوديو؟ يلا تعال. كل مستمعي مونتي كارلو الدولية، موعدنا بكرة من الساعة 6 للساعة 8. باي. طبعا مشواري الإعلامي بدأ هنا في فرنسا، كنت دايما عايزة منساش أصولي العربية. احنا هنا في مونتي كارلو، مونتي كارلو كتير عزيزة في قلبي، لأن كنت دايما حريصة أنه أكمل مشواري في مونتي كارلو، لأن مونتي كارلو هي اللي كانت بتوصلني بجذوري العربية والثقافة العربية واللغة كمان. عمري ما انسى اول برنامج شاركت فيه، كان برنامج غزل البنات، وكانت المقدمه الرئيسيه فيه جابي لطيف. الاعلام بجد بيجمع الكل، وكل واحد بلهجته وبثقافته، فكان عندي حظ كبير. والقلب النابض لكل اللي بعمله انطلاقه كان مونتي كارلو الدوليه، فعمري ما اقدر انسى. كان في عندي برنامج شخصيات دو باريس، ومن خلاله كنت بحاول يعني أعزم شخصيات لامعة هنا في المجتمع الفرنسي ويحكوا لنا الحدوتة بالعربي، إزاي وصلوا فرنسا، إزاي نجحوا. ومن الشخصيات الملهمة دي اللي أثروا فيا كان في شخصية مديرة مونتي كارلو الدولية النهاردة، اللي هي مدام سعاد الطيب، اللي كانت مديرة أسوسيتد بريس. سميرة هي من الوجوه المشرقة عندنا في الإذاعة، لأنها بتمثل المرأة العربية اللي بنحبها. هي أم وربة بيت وصحفية متميزة ومتألقة، زي ما بيعرفها الجمهور مثلا لما في خلال برامجها اللي كانت بتشارك فيها في تلفزيون أبو ظبي بالذات، المستمعين بيعرفوها من خلال البرامج المتعددة اللي شاركت فيها. فهي بالنسبة لنا بتمثل المرأة العربية الشرقية بكل مقوماتها، وأيضا المرأة العصرية اللي جمعت بين الشرق والغرب وقدرت تطلع بشيء مميز. راديو مونتي كارلو محطة بارزة في حياة ابنة السودان، ولكنها ليست الوحيدة. فمسيرة سميرة تنبض بكافة المجالات الإعلامية، من صحافة مكتوبة وتلفزيون وإذاعة، تماما مثل باريس، صاحبة الحضور البارز في الإعلام العالمي. وده مبنى راديو فرنسا، إذاعة فرنسا، وهنا اشتغلت
اللي هي إذاعة فرنسا الدولية مونتي كارلو. كنا في الطابق الثامن، كان في إعلان بيدوروا على شباب علشان دورة تدريبية في قناة كانال بلوس أوريزون. قدمت زي كل الطلاب وكان لي الحظ أنه تقابلت، ومن هنا بدأ المشوار، لأن مدير القناة عرض عليا بسرعة قوي أنه أشارك في الكاستينج لبرنامج حول السينما. واحذروا فاذروا مين اللي كان بيقدم البرنامج ده في الزمانات؟ عمر الشريف. أنا ما عرفت كده، قلت عمر الشريف لا مش معقول، أكيد لازم أقدم الكاستينج. ومن هنا بدأ مشوار التلفزيون والإذاعة، وبعد كده اكتشفت وعرفت أكتر وتعمقت أكتر بمهنة الصحافة إما دخلت وكالة الأنباء رويترز في باريس. آه سي بو لامور، بس سي كوام ديفيسيل لا في دو كوب. رغم تألقها في المجال الإعلامي وإتقانها عدة لغات أجنبية ولهجات عربية، كانت سميرة إبراهيم تتمنى أن تعمل في مؤسسة مثل اليونسكو وأن تصبح ممثلة سينما، ولكنها درست القانون وأصبحت ممثلة كل مظلوم. من وانا صغيرة أول لهجة كنت بتكلمها هي كانت اللهجة اللبنانية، يعني بحكي لبناني وبحب كتير اللهجة اللبنانية، ولكن بسرعة اضطريت أنه أتعلم المصري كمان لأن هي لهجة أهلي. وبحكم شغلي بعدين وأصدقائي هنا تعلمت التونسي، بحب اللهجات، كانوا دايماً بيقولوا لي أن يمكن جامعة الدول العربية المصغرة لأن بحب اللهجات. ما كنت صغيرة أهلي كانوا كتير مصرين أنه منساش أنا جاية منين، منساش ثقافتي العربية، فعلشان أتعلم العربي كانوا بيخلوني أتفرج على أفلام مصرية، الأفلام الأبيض والأسود، يعني عمر الشريف، فاتن حمامة، ليلى مراد، صباح. لاحظت أن عمر شريف مرة بيبقى غني بيبقى أمير، مرة بيبقى فقير، مرة بيبقى شرير، فحسيت أنه فعلا التمثيل بيديكي مفتاح أو إمكانية أنك تمارسي مهن مختلفة. بس طبعا أوام أهلي ما قلت لهم، يعني ما بحط بالسر ده، فهمت انه الموضوع ده ولا ممكن هيتم. والدي كان دايما بيقول لك العلم سلاح، بالطريقه دي ممكن تبقي مستقله وتبقي حره، ففهمت انه ممكن اشتغل على مبادرات تساعد الشباب ان هم يتعلموا، فكنت عايزه ابني مدارس، فليه لا، فكرت في اليونسكو فتسجلت في القانون. ما كنتش عايزة أبقى محامية، ده كان واضح، بس كنت عايزة يمكن من الحقوق أقدر أدخل وأشتغل في منظمات دولية. وبعد كده حبيت أتعرف على نفسي، جذوري، مين أنا، طب ليه العالم العربي في الوضع ده؟ فقررت أنه أسجل نفسي في معهد اللغات والثقافات الشرقية هنا في باريس، وهو معهد مهم جداً. يوم انتقلت من لبنان حيث ولدت إلى باريس في عمر 5 سنوات، شعرت أنها خرجت من الجنة، ولكن الحياة الباريزية الرمادية بطقسها البارد في الفترة الأولى تحولت سريعاً، كما تغني أيقونة فرنسا أديت بياف لا فياروز. جيت باريس كان عندي 5 سنين، كنت بشوف أنه أنا ناقصني دفء، ناقصني شمس. حتى الفرنسي اللي كنت بتكلمه في لبنان كان ليه طابع مختلف، كان وكأن الناس بتغني ما بتتكلم الفرنسي، الفرنسي الشرقي الحلو، فرنسي داليدا، فرنسي عمر الشريف. في البداية كان صعب بالنسبة لي، ولكن تأقلمت بسرعة، الأطفال دايما بيتأقلموا بسرعة، وحبيت باريس. لقيت نفسي من غير ما أحس، من غير ما أشعر، بحب باريس، بحب الحرية اللي بشعر بيها ما بتمشى في باريس. لم تصبح سميرة إبراهيم ممثلة سينما ولا حتى عارضة أزياء، رغم قامتها الطويلة وعشقها للأزياء والموضة وتنقلها على أرصفة الجسور وكأنها تسير على الكات ووك. لقد أصبحت إعلامية تتناول هذه الموضوعات وغيرها بكثير من الشغف، وظلت عربية رغم عشقها لباريس. أكيد شمس مصر، لبنان، تونس، السودان، أبو ظبي، دبي بتوحشني أكيد، هنا الطقس رمادي، الشمس بتطل علينا من وقت للتاني، بس باريس الواحد ممكن يحقق فيها كل أحلامه، في مساواة،
يعني لو الواحد عايز وبيبقى مصر ينجح ممكن ينجح. وباغي باغي 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 هي الأناقة، باغي هي الستايل، باغي هي الموضة. وهنا تعرفت على أكبر مصممين أزياء وخاصة من العالم العربي. سميرة إبراهيم كمعظم النساء شغوفة بالأناقة والأزياء ومعجبة بابتكارات المصمم اللبناني ربيع كيروز المميز بأسلوب يمزج الشرق والغرب بمنتهى البساطة، والذي يسير بدوره على كاتووك النجاح في عاصمة الموضة العالمية باريس. وقت وصلت من 10 سنين طلعت هيك قلت واو، انغرمت، قلت لازم أكون موجود هون. كنت بدي بلش أنه أسس دار أزياء بباريس، بس ما كنت عم فكر، اما ما كنت احلم بمحل هالقد حلو، يمكن اما هالقد كبير. وصلت لهون، هون مبين كانه شوي ضايعه بعيد عن الشارع، وبنفس الوقت بنص سان جيرمان. الشجر طلع لي اكيدني، الازاز، الضو، ما قلت لا هيدا هو. منذ الطفوله بدأ شغفه بالموضة والأقمشة والألوان، والمصمم الذي عمل مع أشهر عارضات العالم خلال عمله في داري كريستيان ديور وشانيل حول شقيقته موديلاً له يوم كان لا يزال طفلاً. أول مرة قررت أنه بدي أعمل مصمم أزياء كان عمري 12 سنة. بيقولوا لي أنا وصغير، أنا ما بتذكر هيدي الفترة، أنا كنت كتير صغير وقتها، كنت بعدني أنجأ بقدر أمشي. قال كنت أخذ الشقف من المطبخ أما المناشف ولفهم على أختي. كنت حب دايماً يعني ألعب بالقماش، كل ما أخذ قماش أجرب أعمل شي فيها. كنت أكتر ما أرسم كان هالقماش وهاللفة اللي فيه هي اللي بتخليني هيك انبسط. علاقتي كتير ودية مع القماش. بحب القماش اللي عنده عصب، لأنه هيك في، ما بحب الأشياء الميتة الملقلقة. بحب القماش حتى لو ناعمة يكون عندها وزن وعندها عصب. كان عمري 16 سنة وقت جيت على باريس وبلشت بتمرن بمدرسة. بعدين رحت على الشامبر سانديكال دو لا كوتور، اللي هي كان لي حظ انه اكون من احلى مدارس بموضه بباريس على 3 سنين. وبعدين حظ تاني انه قدرت اتمرن بدور ازياء عالميه كثير مهمه. تمرنت عند شانيل وبعدين عند ديور. هالدور الازياء اثنيناتهم المهمين والجدا مختلفين تعلمت كتير كتير اشياء عندهم. اول شيء الحب للاشياء المعمولة منيح، للرصانة بالشغل، للعمل المتقون. وكمان فهمت انه التصميم ما بيجي بس بالرسم، بيجي بطريقة التنفيذ والخط والاسلوب تبع كل دار ازياء بتجي من طريقة التنفيذ يلي هي بتميز الدار عن التاني. بقى هيدول كانوا الاشياء اللي هلا بعدني بتذكرهم، غير انه كنت بوقتها من احلى بنات العالم كانت تعرض لهم. عم نحكي بفتره اللي كان فيها كل هالعرضات اللي بعدنا لهلا بنحلم فيهم، من كلوديا شيفر لليندا ايفانجيليستا لياسمين غوري لسيندي كروفورد. هدول كلهم كنت هيك انا ولد صغير مبسوط بالموضه وبعدني عم بكتشف بين باريس وبين هالدور الأزياء كان كلها هيك نجوم عم تلمع قدامي. ربيع كيروز العربي الأصل والفرنسي الإقامة يمزج سحر الشرق بجمال الغرب، ولكنه يظل من أنصار المثل الفرنسي القائل لا سامبليسيتي في لا بوتي، أي البساطة سر الجمال. الشرق اللي بحبه هو الشرق البسيط، الشرق اللي عنده إحساس، مش الشرق المزركش. البيوت اللبنانية بيوت بسيطة، الطقس عنا وحتى البيوت العربية القديمة كانت كتير بسيطة وعندها هندسة فظيعة. أنا هيدولي مصدر إيحاء لإلي، كيف بقطعة وحدة فينا نلفها مثل ما منلف عباية،
مثل ما منلف كفتان على علينا منحمله على الكتاف وبعدين بيلف على الجسم. عندي بساطة يمكن يلي فكرناها هي بساطة أوروبية، بس أنا بلاقي هيدي هي البساطة الشرقية اللي بحب أحكي عنها دايما. أنا عندي حظ إنه عندي زباين من كل العالم، وخاصة من الخليج ومن من لبنان أكيد ومن الدول العربية. أنا بجذب الناس اللي بحبوا أكثر البساطة، والبساطة أنا بقول دايما هي الناس الامرأة الواثقة من حالها والامرأة القوية هي اللي بدها تبين حالها أكثر ما تبين الفستان اللي لبسته، وأنا هيدي الزباين اللي بحبها. وبلاقي المرأة العربية مرأة كتير قوية، يعني حتى عندها أناقة، حتى بس تكون بس حاطة الشال الأسود عليها بس يبين عيونها ويبين، وعندها مشية بتلفت النظر. يبني ربيع كيروز لبنان بالإبرة والخيط، ويبني مع الأقمشة علاقة خاصة من أول لمسة، ولمساته كلها ينفذها في محترفه، حيث يقضي معظم وقته محاطاً بفريق عمله. نحن هلأ هون بالمحترف بالأتوليه، هالمكان اللي كتير بحبه، يلي هون بعمل كل شيء. والقطعة اللي كنا عم نشوفها مترزة ببيروت، لأنه عم بعمل كتير إشياء مصنعة هون، بس ما أنه بحب الأعمال اليدوية اللي موجودة ببيروت، بحب في دايماً قسم من المجموعة مترز على الخيط مثل ما كانوا يطرزوا ستاتنا ببيروت. فرنسا بطلة العالم في كرة القدم هذه السنة، هي بطلة العالم في الموضة والأزياء في كل سنة. رغم ذلك باريس لم ترفع بطاقة العنصرية الحمراء في وجه هذا المصمم العربي الذي يلعب في ملعب الكبار ويحقق أهداف النجاح. بوجودي بباريس وبهالعشر سنين اللي مرقوا، وبعد حالي انه بتعرفي بمثل بالفرنسية بيقول مثل اللي عم يلعب بالحلبة الكبيرة، يعني هي منا معركة، بس بنفس الوقت يعني انا محاط بكل العمالقة تبع الموضة هون، وقدرت بشغل كتير وبحظ حلو اخلق محل لي لو صغير بهالعالم بعالم العمالقة. هيدا الحلو اللي بباريس، هيدا أرض بتحضن، أرض بتحترم الإنسان وبتحترم الشغل. دار أزياء ربيع كيروز هي مكانه المفضل في باريس، إضافة إلى الشارع حيث يستطيع التقاط نبض المدينة والاستلهام من الناس. يجلس عادة في الكافيه تروتوار، يرتشف القهوة ويسرح بخياله وابتكاراته، ويتأمل المارة وكأنهم عارضوا أزياء على منصة الرصيف. يعني باريس كلها مصدر إيحاء لإلي، خاصة بس أقعد هيك بقهوة وشوف الناس مارقة ورايحة وجاية. كثير بحب أتفرج على الناس كيف ماشيين، كيف لابسين الكبوت تبعهم، كيف حاملين جزادينهم، هيك كل الحركات تبع جسمهم تعمل لي قصات. باريس فظيعة، مدينة المفاجآت. اللي بحبه بباريس ومنه موجود بمدن كبيرة تانية هي الشوارع مملية حياة، يعني منه بس انه هيدا شارع مصارف، اما هيدا شارع شغل. كل حي وكل شارع بتلاقي فيه قهوة، بتلاقي فيه فرن، بتلاقي فيه محل سماني، محل خضرة، وهيدي الحياة الحي كتير بحبها بباريس. باريس هي عاصمة الموضة طبعاً والفن أكيد. زيارتنا التالية بعد الإعلان ستكون باتجاه مونمارتر، حي الرسامين والفنانين، حيث سنلتقي بكاتبة ورسامة عشقة القماش منذ الصغر مثل ربيع كيروز، ولكنها لم تحوله أزياء بل لوحات فنية من نوع الكولاج. انتظرونا بعد وقفة قصيرة مع الإعلان.
مشوارنا الباريسي مستمر، ونحن الآن في حي مونمارتر المطرز بأزقته الضيقة وكروم العنب وبيوت الفنانين الذين سكنوه، أمثال النجمة داليدا والرسامين بابلو بيكاسو وفينسنت فان جوغ، وأخيرا وليس آخرا ضيفتنا الكاتبة والرسامة لمية زيادي. هيدا حي مونمارتر هو حي الفنانين من بركة 200 سنة، أشهر الرسامين الموسيقيين الكتاب الشعراء سكنوا كلهم بهالحي. هون كان تصور الفيلم مع أودري توتو اسمه أميلي بولان، وهون عشت لحد موتى المطرب العالمية داليدا اللي هي خلقت بمصر. قبل مونمارتر كانت لميا تعيش في لبنان، حيث كان جدها يملك محلاً لبيع الأقمشة، وفي هذا المحل اكتشفت حبها للقماش والألوان، والتقت سفيرتنا إلى النجوم فيروز. جدي كان عنده محل قماش بسوق الطويلة بلبنان ببيروت قبل الحرب، واحترق أول سنة الحرب احترق هالمحل، وبعده حبي للقماش بفتكر من هالفترة يعني. مرة تلاقيت بفيروز بالمحل عنده، كان عمري يعني شي 6 سنين، ما عرفتها لأن ما كانت لابسة مثل على التلفزيون، بس الناس كلهم قالوا فيروز فيروز، ما استرجيت اطلع فيها وقت عرفت انها فيروز. ورغم شغفها بالقماش منذ الطفولة، ورغم عملها كرسامة في أشهر دور الأزياء الباريسية ومع المصمم الشهير جان بول غوتيه، إلا أنها اختارت الرسم والكتابة لأنها كمعظم الفنانين تعشق العمل بصمت ووحدة بعيداً عن الصخب. أنا وصلت على باريس بال87 بعد امتحانات البكالوريا، جيت على باريس تعمل دروس بالفن، وبعدها اشتغلت سنة ونص عند جان بول غوتيه. كنت ارسم على الامبريسيون تكستيل، يعني الرسمات اللي بيطبعوها على القماشات وعلى الفولار كرافات واشياء هيك. اول موعد مع جان بول غوتيه بدي فرجيه شو شغلي، فرجيته بركة شي نص ساعة شغل البورتفوليو تبعي، يبرم الصفحات وما يوقف على شيء، وكان مش عجبه شيء. بعدين ما بعرف كيف استرجيت اخر دقيقه فرجي كارني دو فواياج عملته، كنت مسافره على نيويورك شهر قبل يعني هالموعد، وكله كولاجات ورسمات عملتها بالطريق بنيويورك وهيك. وهون اندهش، وقت خلص شغلي عند جان بول غوتيه عملت كتب للأولاد الصغار عدة سنين، وبعدين بلشت بالمعارض الفن التشكيلي بعدة غاليري بباريس، أما نيويورك أما لبنان كمان بيروت وبألمانيا، ورجعت على القماش والكولاج القماش، يعني شيء يعني بيعني لي كتير من زمان من وقت ما بلشت. هذه المتشربة للثقافة الباريسية منذ طفولتها، والتي تقيم قريباً من البيت الذي عاشت وماتت فيه مغنيتها المفضلة داليدا، تعشق الفن العربي وأم كلثوم، وتموت خصوصاً بمحمد عبد الوهاب. هل تصدقون؟ بلشت كتاب اسمه باي باي بابلون، وأخذ نجاح كبير وقت صدر، هو ذكريات الطفولة بحرب لبنان. بعد باي باي بابلون عملت كتاب على المطربين العرب الكبار مثل أم كلثوم، عبد الوهاب، أسمهان، فريد الأطرش وفيروز، من أوائل القرن العشرين للسبعينات يعني. اسمه بالعربي يا ليل يا عين، وكان كتير مهم إلي لأن كنت أنا كتير بعيدة عن هالجو وهالعالم الطرب العربي. التقيت بناس من عائلات هالمطربين، أما بصحفية يعني عرفوهم من زمان بآخر حياتهم، مثلا أم كلثوم أما عبد الوهاب. أنا وعم بشتغل على يا ليل يا عين 5 سنين شغل،
ما استمعت إلا على الموسيقى العربية، أم كلثوم أسمهان، عبد الوهاب، هو بحبه أكثر شيء عبد الوهاب. بعد يا ليل يا عين عملت كتاب اسمه ما تري غراند ميلانكولي أراب، هو عن شو هذا العالم العربي بالتحديد أكثر الشرق الأوسط وأكيد أكثر بكثير لبنان وبيروت، شو هذا ماتوا تحت القنابل. في منزلها تعيش الهدوء والصمت اللذان تحتاجهما لممارسة حبها للفن والكتابة رغم وجودها في باريس النابضة بالحياة وفي منطقة تغلب الحركة والفنانين والملاهي وأشهرها ملهى المولان روج الأسطوري. هيدا وراي المولان روج، المولان روج من أهم المراكز السياحية والفنية بالعالم كله، وهيدا اللي بحبه بباريس انه باريس مدينة الفنون والفنانين، وانا كفنانة بحس حالي منيحة هون. لميا زيادة تعشق الوحدة وأم كلثوم وعبد الوهاب وتسكن قريبا من المولان روج. بدوره ابن مدينة حلب المؤلف الموسيقي والمغني عابد عزري يحب الوحدة ويسكن بمفرده في بيت كان في الماضي كواليسا لملهى المولان روج. ما كنت بعرف أنا شو بدي، اللي اكتشفته اكتشفت شو بدي بوصولي لباريس، بس بوجودي بحلب بهداك الوقت كان مستحيل أعرف شو بدي، لأنه عندك 20,000 شغلة حولك بتنصحك وبتقلك شو لازم تكوني، بس هون ما حدا بيقلك شيء، هون بتعيشي بوحدة كاملة. هالوحدة كتير صعبة ولليوم ما في أصعب منها، لكن ما في أعظم منها، لأنه بتحطك أمام نفسك بشكل مر، وهالمرارة بتخليك تكوني ذاتك وتكوني مسؤولة خاصة عن كل قرار تاخديه أو ما بتاخديه. رب قصر طالت ذراه سماكا. اشتهر بالموسيقى الكلاسيكية الروحية والصوفية التي تشرع ذراعيها لثقافات متنوعة. لما كنت صغير بالمدرسة كنت مرتل، فكانوا ساعة 7:45 كان لازم نخدم القداس بالسرياني بالأرامي يعني، فهذا شيء خلق عندي كمان ميل واحد. بعدين أنا كنت مغرم بالأذان وبالطقوس الإسلامية، كنت أحضر كتير ذكر موالد نبوية، ماما كانت تاخدني كتير، ماما كانت مع أنه متدينة مسيحيا كتير بس معجبة بالطقوس الإسلامية بشكل هي بالآخر نفس الطقوس ونفس الألحان، فهذا اكتشفته بعدين بباريس. ولكن ابن مدينة القدود الحلبية لديه مآخذ كثيرة على طريقة الغناء والموسيقى في الشرق وعلى المستمع العربي الذي لا يعرف كيف يسمع. أنا بالنسبة لي الفن أو الحالة الفنية حالة يقظة مو حالة نوم، فمثلا أغاني أم كلثوم الناس كانت تسمعها كأنه عم يتخدر وعم بياخذوا جرعة مخدرات، فأنا هذا الشيء خليل مش ما أحب أم كلثوم، ما أحب أغانيها اللي بتخدر الناس، والقدود الحلبية نفس الشيء والموشحات كل هالأغاني لأنه ما بيعرفوا يسمعوا الناس. خلاني لما وصلت لهون الجو الفرنسي أتعلم أولا أصغي أستمع، ما كنت بعرف أسمع كويس، كان في عنا ضجة مستمرة حولنا، هون ما في ضجة، هي شغلة كتير مهمة. عابد عزري فنان مختلف يغرد غالبا خارج السرب. أول شيء وآخر شيء أنا موسيقى بعملها موسيقى عربية، بس موسيقى عربية مكتوبة اليوم ومكتوبة ما تكون محلية يعني للبناني وسوري وعراقي، مكتوبة لحتى يسمعها ياباني وبرازيلي وأي إنسان، فهذا النمط من الموسيقى ما كان موجود بالموسيقى العربية. الموسيقى العربية مكتوبة للجمهور العربي. السبب هو مش سبب استعمال آلات، أنا بستعمل العود والقانون وبستعمل ناي وبستعمل الإيقاع العربي، لا لا ولا مزج الآلات، هو الرؤية في الأفق، أفق الموسيقى العربية. هذه الموسيقى قد لا يستسيغها كثيرا جيل اليوم والجمهور العربي، لكن عابد لا يبالي لأنه لا يبالي سوى بتقديم ما يؤمن به من فن. جمهوري أنا اكتشفت مع الوقت أنه في من كل أعمار أولا،
وكل الجنسيات وخاصة جمهور أوروبي كتير، يعني أحيانا 99%. يمكن لأنه الجمهور العربي بيتوق لشغلات تانية، ما بيهمه يفكر مثلا، ما بيهمه يكتشف أشياء جديدة، ما بيهمه يكتشف موسيقات مشغولة، بيهمه يهيس ينبسط يتسلى. يعني لما بيطلع أو بيروح لمسرح بيروح بيتسلى، بينما مثلا اللي بيروح بيحضر آلام تبع باخ أو تبع هندل بسمع 4 ساعات، يعني هذا بكون قاعد 4 ساعات ما بمل. نحن الجمهور العربي إذا بعد 10 دقائق ما رقص بهزله، ما بتحمل. رغم إقامته في مدينة الحياة إلا أنه لا يحيا سوى لفنه وعمله فقط لا غير. الحياة أهم شيء فيها هو العمل، ما جيت بس لأنبسط وأتسلى. الحياة مش بس تسلية، فيها شغلات بتسلي، في حب وفي غرام وفي أهل وفي أولاد وفي مليون شغلة، لكن أهم من كل هالشغلات هو العمل. أنا ما غنيت بحياتي إلا باللغة العربية والفصحى، فمتعود ألحن بلغات تانية ما في إشكال، بس أنا بحس أنه حبالي الصوتية كأي إنسان بالطفولة وقت يكون صغار، الحبال الصوتية بتنحت باللغة اللي بنحكي فيها، وأنا لغتي أو حبالي الصوتية منحوتة باللغة العربية. عندما كان صغيراً لم يكن يحب المدرسة بل السينما التي تحمله إلى عوالم أخرى يتمنى اكتشافها، وها هو يدعونا لاكتشاف صالة سينما خاصة في مونمارتر تعني له الكثير. نحن بصالة، صالة سينما بترجع لسنة 1928 اسمها ستوديو 28، عمل ديكور تبع جون كوكتو. جون كوكتو واحد من كبار شعراء ومسرحيين ورسامين فرنسا اللي أخذ دور كتير كبير بالقرن العشرين بفرنسا. توفى تاني يوم مبدئيا من إيديت بياف المغنية المشهورة، لأنه كان بيقولوا أنه من حزنه عليها أنه توفى تاني يوم، بس بظن أنه توفى لأنه كان كبير بالعمر. هاي الصالة قريبة من بيتي وأنا بجي لها كتير، لأنه صالة تجارب سينمائية بيعرضوا أفلام ما ضروري تكون تجارية وأفلام تجارية. أنا بيكفيني أقعد جنب هالصورة، غريب بهيك صورة بتذكر حلب أكتر من حلب. مع عابد عزري نتابع جولتنا الخارجية بين مونمارتر وبيغال، وبعد صالة السينما ننتقل مع عاشق الصوت إلى متحف الصوت. هيدا المكان فونو موزيوم، متحف الصوت، فيه آلات عمرها من 160 سنة لليوم، كلها بتبث أصوات وبتسجل آلات تسجيل بآن واحد، وبآن واحد كلها شغالة، يعني كلياتها مرممة ترميم بالمية مية صحيح، بحيث أنه بإمكانها تشتغل وكأنه في هداك الزمن. فمثل هالمخزن أو هالمتحف مثل آلة الزمن أو ماكينة بتشغلك في الزمن، بترجعك لورا 160 سنة 120 سنة 80 سنة، وبآن واحد بتفهمك أن الصوت ما تغير. يعني الإنسان دائما كان عنده هوس أو عنده عطش لأنه يعيد الصوت. يعني ياما ناس توفت، ماتت، غابت، سفرت، صوتها بعده بيناتنا عم يشتغل. لا يشعر بالانتماء إلا لباريز التي سمحت له أن يكون ذاته. هو المؤمن أن المكان الذي لا يقوم به الإنسان بالأشياء التي يريدها يتحول أكبر منفى في الدنيا حتى لو كان وطنه الأم. باريس هي المدينة اللي فتحت لي أبوابها زراعية وخلتني أنفذ وأوصل للأشكال الموسيقية اللي عم ببحث عنها، للأفكار الفلسفية الفنية اللي عم ببحث عنها. لذلك ما فيني كتير غيب عنها، لأنه مثل السمكة بالمي، إذا بغيب كتير بروح الأكسجين مني. من مومارت وبيغال والطاحونة الحمراء التي تعتبر إحدى أشهر معالم باريس الفنية، ننتقل إلى معلم آخر من أهم معالم العاصمة الفرنسية، إنه نهر السين، حيث سنلتقي مصممة المجوهرات الأردنية لما حوراني بعد الفاصل الإعلاني.
باريس الجميلة كقطعة مجوهرات تشع بألف بريق وبريق، تحملنا الآن إلى مصممة مجوهرات تعيش في بيت يشبه بدوره الجوهرة، لأنه يحتوي أغلى ما تملك عائلتها، كما أنه يطل على أجمل مشهد في العالم، نهر السين الذي يقسم المدينة قسمين. أنا بلاقي العائلة هو من أهم الأسس تبع أي شخص بده يأسس حياة، مهنة، مش شرط عائلة، ممكن يكون العائلة مو ضروري تكون عائلة المباشرة، ممكن يكونوا أصدقاء أو أشخاص بيعطوك إحساس العائلة، لأنه أنا مش عايشة ببلدي ففي عندي حاجة. والدتي سعاد عيساوي هي أول كان عندها أول جاليري فنون بالأردن، أول جاليري خاص، وهي كانت جزء مهم من الحركة الفنية التشكيلية بالأردن. هي كمان كانت داعم أساسي بحياتي، كنت دائماً محاطة بجو فني. مشوار هذه الأردنية السمراء مع محطات الحياة كان طويلاً، فهي جالت كثيراً وبنت بمجوهراتها جسوراً ثقافية قبل أن تستقر في مدينة الجسور والحب بسبب الحب. قصتي أنا إنه درست الفنون الجميلة بآخر سنة بالجامعة، زارنا بجاليري والدتي صايغ بدور على عمل، ووالدتي كانت تجمع الأحجار الكريمة، تقتني المجوهرات البدوية القديمة، فكان كتير عنا أشياء نلعب فيها، فتحمسنا وقلت خلينا نجرب. أسسنا ورشة عمل صغيرة كتير بالمطبخ تبع الجاليري تبع والدتي بأدوات كتير بسيطة، وقعدت أنا وهالصايغ وبلشنا تو إكسبيرمنت نجرب وتعلمت منه. درست بعدين الماسترز تبعي، عملت ماجستير بتصميم الصناعي، هاي كانت كمان من الأشياء اللي أسسوني كفكر كمصممة، وكان عندي هوس من البدايات بشغلتين، واحدة إني ألاقي لغة كل العالم يفهمها، ثاني إشي كان عندي هوس إن كيف بدي أنا أربط الأردن والوطن العربي بالعالم. أنا عشت بكثير مناطق بالعالم، ورشة العمل تبعتي موجودة بالأردن، إحنا عايشين بباريس بسبب العمل، عمل زوجي، وأنا بكل بلد بعيش فيها بفتح شوروم لإلي للمجوهرات. أنا بباريس بعمل فاشن ويك، كل الفاشن ويكس بعرض فيهم كل سيزن. يقولون إذا كانت المرأة الجميلة جوهرة فالمرأة الفاضلة كنز، فكيف إذا كانت هذه المرأة عربية تتعاطف مع غيرها وأماً زادتها الأمومة إنسانية مثل مصممتنا المصممة على وضع كافة إمكاناتها لدعم المرأة وتمكينها؟ هلأ غير عن الدور الثقافي اللي بتلعبه المجوهرات وفلسفتي بالتصميم، أنا بحاول أشتغل مع نساء، أول شيء نساء ببيوتهم، وبشتغل مع أشخاص عندهم احتياجات خاصة. الحلو مع الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة إنه واحدة من الحاسات تبعتهم ناقصة، ممكن تكون أو متضررة، بس الحواس الثانية أقوى بكتير، فلما يركزوا على إشي مش بيكون بيرفكت، بيكون يعني الجودة والتقنية وال يعني إنتاجهم عظيم. المرأة شخص معطاء، فإذا منعطي قوة للمرأة ومنمكنها أكثر اقتصاديا دورها بيكون كتير فعال. والإحصائيات بتقول actually إنه المرأة بتعطي 70% من دخلها للبيت و90% من دخلها لأولادها للتدريس. المنتدى الاقتصادي العالمي بيختار كل سنة أشخاص من أنحاء العالم لهم دور بتحسين المستقبل تبع بلدهم والتأثير على البلد تبعهم، فاختاروني أني أكون Young Global Leader. باريس رائعة
ولكن ينقصها الحس الإنساني الذي يتميز به العرب. هذا ما تراه لما حوراني التي قررت أن ترينا باريس الرائعة من خلال جولة على متن قارب الباتوموش في نهر السان. احنا بالباتوموش والسين بقطع باريس من الأول للآخر. النهر بذكرني ببداية وصولي لباريس، كنت حامل بالتوأم تبعوني، ونهر السين كتير ريحني وكان جزء مهم من هاي المرحلة اللي احتجت فيها زي ما اشي اطلع عليه دايما ويعطيني راحة نفسية وهدوء. السين من وجه من وجوه باريس، ومن بالصيف بيعملوا لبلاج which is beautiful لأنه بتقدر تمشي وبيعملوا كأنه شاطئ على النهر. يعني أنا بالنسبة لإلي هاي من أحلى الهدايا اللي الله بيبعت لي إياها، إنه أنا أكون بمدينة فيها عدد لا يحصى من المتاحف والمعارض. يعني بفهم ليه عند كل هالفنانين من عصر النهضة والانطباعيين كلهم كانوا هالقد مسحورين بفرنسا، لأنه السماء فيها دايالوج مستمر، الطبيعة، الهندسة المعمارية، كل شيء فيه حديث وحوار مستمر مع الضوء مع الظل. الجولة في نهر السان فتحت شهيتنا على جمال باريس الذي لا يمكن أن نشبع منه، لذلك لابد أن يكون ختامها مسكاً مع المطبخ الأشهر على مستوى العالم كله، والذي يستقطب أشهر وأشطر الطهاة مثل ضيفنا العصامي الذي صنع نفسه بنفسه. جاهزون لتذوق مسيرة غير تقليدية متبلة بصلصة الحلو والمر؟ أهلاً بكم إذن في مطعم الشيف اللبناني الأصل ألا جام، والمصنف واحداً من أفضل مطاعم العالم حسب دليل ميشلان الشهير. لما أنا كنت صغير كنت بس يكون في تبولة بالبيت كنت أكل بس مية التبولة، ما أكل التبولة بس المية تبعها، أخذ لهيك المعلقة. ومن هون إجت الفكرة كيف بدي ضيف زبيني بس يجي لعندي مية التبولة. حضرت تبولة الكبيرة مثل ما بيعملوا كل العالم التبولة، حطيتها بالمصفية وخليتها تصفي نقطة نقطة كل الليل. تاني يوم خدت المية التبولة حطيتها بنص دائرة هيك مدورة، حطيت فيها مية التبولة ونزلت لها درجة حرارة على ناقص 20% جمدت. بعدين عملت الزلقة، هذا الأعشاب البحر، سقطت فيها مية التبولة، غلفتها دير مندارة، بعدين حطيت لها حامض وبقدونس صغير وبرغل، وبس يجي حدا لعندي بضيفه إياها بقول له هيدي هي مية التبولة. في مطعم ألاجام التبولة اللبنانية نشربها والقهوة نأكلها. ألم نقل لكم إنه شيف غير تقليدي؟ الأكل تبعي أساسي هو فرنسي بنكهة لبنانية بنكهة عربية، يعني بيحاول بكل صحن بس يا صحن لبناني معمول على الطريقة الفرنسوية يا صحن فرنسي معمول على النكهة اللبنانية. العشرين سنة اللي أنا عايش فيها هون بفرنسا والعشرين سنة اللي عايش فيهم بلبنان، بس حدا أنه أعمل له أكل بحكي له قصتي، قصة حياتي. ويعني هو المطبخ مثل أول شيء بدك تحبيه، بدك يكون عندك هوايتك الأكل، مش هو الشغل منه عمل. يعني عملك فتوش؟ يلا فتوش. بس فتوش بالنكهة الفرنسية؟ هي. التبولي والحمص هما أم المطبخ اللبناني وأبوه، ومن أمه تعلم ألاجام الطبخ بشغف وحب. أصلي من الشمال، والدتي أصلا من طرابلس، وبي أصله من ضيعة اسمها سير الدنية. كبرت هونيك بطرابلس، وذكريات كلها شوية ذكريات حرب. عندي والدتي بتحب الأكل، كل يوم تعملنا طبق يومي، بس ريحة الأكل على طول. إني كنت بس يجي من المدرسة على طول بس فوت على الباب البناية شم الريحة، يعني عارف إذا كانت والدتي عاملة هالأكل ولا لا. عطتنا كتير حب واهتمت فينا كتير، وكانت تعزم كل أحد،
تعزم عائلتي كلها يجي ياكلوا عندنا بالبيت. يعني انا اليوم اول شيف كان عندي اياه هو امي اللي علمتني حب الناس، اهتم فيهم، اطبخ لهم، اطبخ بعواطف بمشاعر. اسمه الا عزام جام، وهو يشدد على اسم عزام لانه يصف عزيمته في مواجهه ظروفه الصعبه. طاهين الشهير جاع وتشرد وغسل الأطباق ومسح أرض المطاعم قبل أن يضحك له الحظ. عزام يعني هي العزيمة، وهيدي قصتي كلها من أول ما كنت صغير لهلأ هي كلها اجتهاد ونشاط وعزيمة وعزيمة. كان بس نعزم حدا كمان هي ذات عزم وعزيمة زبطت. خلقت بأفريا، كان عمري 4 سنين، صار في هونيك انقلاب عسكري بأفريا، هربنا على لبنان، ولبنان معروف في الحرب الأهلية اللبنانية. وبيي كان عنده محل سماني دكان، كان يخدني لعنده، كان يخدني معه، كان عمري 10 سنين 12 سنة، وعلمني استقبال الناس وبيع واشتري وفيق الصبح. يعني هلا من هلا بعطول بقوم الصبح، يعني هو الشكر على والدي لأنه كان يفيقني. كنت ابكي لما كنت صغير ما كنت تفهم، بس هلا انه كل هذا الشيء انا معود عليه. وهو يعني انا ما رحت على المدرسة لعملت لا فندقية ولا مدرسة بزنس. كان عمري 24 سنة، جيت حصلت على فيزا على باريس 7 أيام، جيت لهون على باريس ولغة ما بعرف أحكي فرنسي، مصاري ما في يعني. وأول شغلة لقيتها اللي علمي نقزتني لما جيت لهون هي شغل الورش. كنت نطلع على الشوفوداج البنايات وننظفه من برا. ولقيت شغل تاني كمان بالليل هو الشغل نظف في مطعم سناك صغير. يوم من الايام الطباخ جرح حاله بالاكل وبلشت انا اطبخ، وصاحب المطعم شافني انا عم بعمل هذا الاكل، تفاجأ كتير قال لي انه انت بتعرف تطبخ؟ قلت له انه انا ايه. وبلشت اتعلم، شوف كيف يعملوا مايونيز، كيف يعملوا فينيغريت. كان يعني كنت نهار الاحد اللي كان عندي عطلي كنت اطبخ عند بالبيت لاتعلم. جبت الكتاب اللي بياخذوه بالمدرسه فيه، صرت كمان اقراه كل يوم. يعني هيدي هي كمان رساله انه صار ماشي اجى شيء بسهوله، كان كلياته بصعوبه. بس انه ما الانسان ما ييأس من اول فشل بحياته. بلشت الامور تزبط معي لما صرت احط نكهات من اكلي من اكلنا ونكهات كنت والدتي تعمل لي اياهم، هو اللي بلش يطلع الاموسيون، وهالاموسيون حسيتها الزباين وبلش شغلي كلياته يتحسن. اليوم الانسان ما لازم ينكر اصله ولا ينسى قصته، هي اساس نجاحه للانسان للمستقبل. فوز الطاهي بنجمه ميشلان يشبه نوعا ما فوز الممثل بجائزه الاوسكار في عالم السينما، جائزه عالميه فاز بها كثير من الطهاة الفرنسيين سابقا، ولكنها تمنح لاول مره لطاه لبناني عربي يعمل في قلب عاصمه المطبخ الفرنسي الشهير. الميشلان هو يعني كتاب دليل على احسن مطاعم عالميا، لما انت بتدخلي فيه يعني بتكوني من اكلك من ارقى الطباخين بالعالم. يعني هذا الشيء بتمنى لكل طباخ يحصل عليه، لانه شيء رائع جدا جدا يعني. والسنه لهلا اللي تقريبا 7-8 شهور لسه بعض الاحيان ما بصدق انه انا صار عندي نجمه بهذا الميشلان. واكثر شيء لانه ما رحت على مدرسه لا تعلمت فندقيه ولا شيفيه كبيره علموني. يعني هو اول شيف، كل شيء اللي الشكر اللي انا فيه هو على والدتي، هي اللي علمتني الطبخ. عم بحط الاكل اللبناني على الاونور يعني على الشرف بالاكل الفرنسي. ما يعني هذا اللي انا مبسوط فيه، وهيدي هي رساله لكل الشباب كمان انه فينا نوصل. يعني على جام انتصر على مصاعب الحياه، ومطعمه يقع بالقرب من قوس النصر في باريس التي يدين لها بالكثير من انتصاراته الشهيه. هي فرنسا يعني على طول هي مثل امنا الحنونه. يعني صار عني انا 2 امهات، امي بلبنان الحنونه كمان اللي هي ربتني وساعدتني، وفرنسا ما فينا نذكر كمان فضلها، فتحت لي ايديها وخلتني اليوم اوصل وكون الشخص اللي انا اليوم هو. وانا اليوم حققت حلمي بفرنسا، ما بس بامريكا، بنقول الامريكان دريم، هذا اسمه حلمي الفرنسي وانا حققتهم. رحلتنا الى مدينه باريس ووجوهها المضيئه انتهت، أما مشوارنا إلى مدينة أخرى مسكونة بالنجاحات العربية فينطلق الآن. انتظرونا في الأسبوع المقبل. أورفوار.